حسن الفد في قلب عاصفة من الانتقادات والشعيبية تضعه في موقف محرج أمام الجمهور. بعد مضي حوالي أسبوع على طرح أول حلقة من حلقات سلسلته الكوميدية تيرتي، تلقى الفنان حسن الفد انتقادات واسعة جدا من قبل عدد كبير من متابعيه، سواء عبر صفحته الفيسبوكية الخاصة أو حتى عبر صفحة القناة الثانية، حيث اعتبر بعضهم أن هذا العمل الجديد لم يرقى إلى المستوى الذي كانت عليه سلسلة الكوبل بحضور الفنانة دنيا بوطازوت التي حققت شهرة واسعة وانسجاما كبيرا بين كبور والشعيبية، في وقت اعتبر البعض الآخر أن الفد افتقد إلى اللمسة الإبداعية وغرق في النمطية والتكرار، وصارت أعماله تجارية أكثر منها فنية وإبداعية خاصة خلال السنوات الأخيرة. وفي نفس السياق، أكد عدد من المعلقين على مواقع التواصل أنه من الصعب جدا على حسن الفد أن يعيش أمدا طويلا في جلباب وشخصية كبور، حيث طالبوه بضرورة البحث عن أنماط إبداعية جديدة عوض الركوب على موجة الرجل البدوي في كل مرة من أجل تحقيق هدف الإضحاك. كما اعتبر البعض الآخر أن سلسلة الكوبل مع الفنانة دنيا بوطازوت لن تتكرر أبدا لاعتبارات عدة، أبرزها القامة الفنية لبوطازوت التي وضعت بديلتها الفنانة منى المكمل أمام تحد صعب، حيث اعتبر عدد من المتتبعين أنه من الصعب على أي فنانة في الفترة الراهنة تعويض الشعيبية التي تتميز بحضور قوي وحس كوميدي متفرد. وجدير بالذكر أن الفنان حسن الفد كان قد صنع ملحمة كبيرة من خلال سلسلة الكوبل في جزئيها الأول والثاني إلى جانب الفنانة دنيا بوطازوت، حيث نجحت هذه السلسلة في تحقيق نسب مشاهدات خيالية وحازت حب الجماهير بشكل غير مسبوق، غير أن محاولاته الأخيرة سواء سلسلة الطندونس أو حتى التيرتي لم ترقى بحسب عدد من المتابعين إلى المستوى المطلوب، ووضعت الفد في موقف محرج مع جمهوره. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.